بسم الله الرحمن الرحيم. البارح السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية ترأس اجتماع طارئ وعاجل مع جميع المدراء الجهويين للصحة، وعطاهم التعليمات ديالو باش يخدموا ويتاخذوا جميع الإجراءات اللازمة باش ما يبقى حتى شي مريض في لائحة الانتظار بالنسبة للمرضى ديال الدياليز. المدة اللي عطاهم هي 15 يوم ابتداء من اليوم، وعطى التعليمات ديالو كذلك باش ياخذوا جميع الإجراءات بالتعاون باش يبلغوا هذا الهدف، بالتعاون مع جميع الشركاء اللي هما الجمعيات، القطاع الخاص والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.